ناقش الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ناقش موضوعات لجنة المحور الاقتصادي وإنهاء المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه. شهدت هذه الجلسة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناء على مقترحات أعضاء المجلس، وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد 7 قضايا في المحور الاقتصادي، من بينهم التضخم وغلاء الأسعار وكذلك الدين العام وعجز الموازنة، بالإضافة إلى الإصلاح المالي وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. أهم هذه القضايا اللي تم التوافق عليها أنها يجب أن تكون محل للحوار الوطني، هم 7 قضايا في المقام الأساسي، أهمهم قضية التضخم وغلاء الأسعار وكيف نواجه هذه المسألة، قضايا المتعلقة أيضا بإدارة الدين العام والسياسات المالية العاجلة التي يجب أن اتخاذها في هذه المسألة، أيضا قضايا أولويات الاستثمارات العامة وسياسة الملكية العامة، قضية الاستثمار المحلي والأجنبي ودور القطاع الخاص كانت من الأولويات التي تم التوافق عليها، أيضا قضية العدالة الاجتماعية بمشتملاتها خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، هذه أيضا من القضايا الأساسية التي تم التوافق عليها. دي المحاور العامة اللي تم الاتفاق عليها لكي تكون أمام اللجان. المرحلة القادمة بعد الانتهاء من هذه المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تم التوافق عليها، جاري تحديد مقرر ومقرر مساعد يتولى كل ملف من هذه الملفات على حدة. النهاردة في جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني تم التوافق على المحور الاقتصادي وما نتج عنه من لجان فرعية، ويعني أخذ من النقاش وقت كبير جدا لما يمثله من أهمية، وكان حرص مجلس أمناء الحوار الوطني بشكل كبير جدا على التوافق والاتفاق على القضايا التي تمس المواطن وتمس الرأي العام وتشكل رافعة في المسار الاقتصادي للمواطن وللدولة المصرية. على سبيل المثال تناول مجلس الأمناء في المحور الاقتصادي قصة ارتفاع الأسعار، مواجهة التضخم، موازنة، أولويات الإنفاق، الملف الصناعي، الملف الزراعي، الأمن الغذائي للدولة المصرية وغيره من العدالة الاجتماعية طبعا وما يترتب عليها. كل محور يندرج تحته العديد من العناصر والقضايا المهمة، وبالتالي هنا نستطيع التأكيد على أن جلسة اليوم كانت جلسة يعني شهدت عصف فكري مهم وهادف لمصلحة المواطن والدولة.